لم تجف بعد دموع عروبة بعد مرور عام على فقدان ولدها البكر محمد، دموع تذرف كلما زارت قبره أو استذكرت المعاناة التي عاشتها قبل أن تتمكن من تأمين قبر له في بلد اللجوء. يعني موضوع لسه أصعب من الموت، إنه تشوف الميت مثلا وما له مكان، يعني إنه كثير كان موضوع صعب، كثير موضوع إنه مثلا وين بدك تروحي بهالميت، يعني لا بتقدري تتركي بمشفى ولا بتقدري تقوي. يعني مصطفى فقد جدته قبل أسبوعين بعد معاناة طويلة مع المرض، دفنها في المقبرة المخصصة للاجئين السوريين في بلدة شحيم بإقليم الخروب، لكنه لم يتمكن بعد من شراء شاهد لوضعه على القبر فكتب اسمها على حجر بطون. وغير مناطق بتروحي تشتري لهم قبر وتكلفة غالية، وأوقات ما بسمحوا لهم لا يتفنون، يعني بيضل أكثر من 24 ساعة بالأرض الميت ما بيلقى له مطرح للدفن. هي أزمة حقيقية يعاني منها أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، فلا الدولة ولا المفوضية العليا للاجئين تقوم بتأمين مقابر خاصة للسوريين. وكأن المعاناة الناتجة عن خسارة أم أو طفل أو شقيق ليست كافية، هي معاناة مضاعفة تبدأ بوفاة أحد الأحباء لأسباب طبيعية أو نتيجة الظروف المأساوية التي يعيشون فيها، وتستمر المعاناة نتيجة صعوبة إيجاد أماكن لدفن الموتى أو عدم توفر الإمكانيات المادية لإتمام مراسم الدفن. قطعة الأرض هذه تحولت إلى مقبرة خاصة للسوريين بفضل مبادرة أطلقتها جمعية شحيم الاجتماعية. القبور وضعت جنبا إلى جنب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجثامين. قبور الأطفال هي الأصغر حجما وبعضها مجهولة الهوية. يعني كنا آملين أنه يجي ببداية الموضوع أنه طالما تدبرت الأرض يجي دونيشن لبناء القبور، كذلك الأمر لم يتسنى ذلك. نحن انتهينا إلى مثل ما شاهدته تقريبا الآن في حوالي 120 جثمان موجودين، فهي للأسف معاناة الحمد لله قدرنا حلينا جزء منها. كانت العائلات عندها هم كبير أنه تشوف فقيدها موجود بوجه منها وما قدرت تدفنه. هم وجدوا الراحة بدفن أحبائهم، كثيرون في مناطق أخرى يجلون لأيام بحثا عن مكان لدفن أحبائهم، أو يخرجون في الليل سرا لدفنهم في الجبال أو الوديان. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، شحيم، جبل لبنان.